بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه الدروس المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا، نتواصل في هذا اليوم في درس النحو من متن الآج الرومية، ويشرفنا كما هي عادته صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بالرياض. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالدكتور محمد، فحياكم الله دكتور محمد. حياك الله، وأرحب بك وبالمشاهدين والمشاهدات. الترحيب أيضا موصول بالإخوة الكرام طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا، نرحب بتواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net، كما يسعدنا أيضا تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر الموقع، وكذلك يسعدنا تلقي أسئلتكم عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونطلب من الدكتور محمد حفظه الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم أيها الإخوة الكرام المشاهدون والمشاهدات، كما أحيي الأخ عبد الرحمن، ونفتقد أيضا في هذا اللقاء الطلاب الحاضرين معنا في هنا في هذا المكان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض ذلك بمشاركة الإخوة المشاهدين والمشاهدات من خلال الاتصال أو من خلال الموقع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء مباركا على من تحدث فيه واستمع إليه وأصغى وانتفع به، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يلهمنا الصبر على أقداره، وأن يوفقنا للرضا بما قسم لنا، وأن يهدينا إلى الخير ويوجهنا إليه. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى في باب المبتدأ والخبر. وقد كنا سألنا في ختام الحلقة السابقة السؤالين المعتادين في آخر كل حلقة، أحدهما كان عن الأشياء التي تنوب عن الفاعل، والسؤال الثاني عن المقصود بمجيء المبتدأ مؤولا بالاسم. وأنا أسأل إن كان هناك إجابات في الموقع من الإخوة المتابعين، فيمكن استعراض نموذج من هذه الإجابات. طيب، وإن لم يكن هناك إجابات فأنا أذكر الإجابة الصحيحة لهذين السؤالين. طيب دكتور، الحقيقة وردت بعض الإجابات، لعلنا نستعرض ما ورد وننتظر تعليقكم. الأخت أم فجر من السعودية تقول بالنسبة للسؤال الأول، الأشياء التي تنوب عن الفاعل هي أربعة، تقول المفعول به والظرف والمصدر والمجرور بحرف الجر. أما السؤال الثاني فتقول المقصود بوقوع المبتدأ اسما مؤولا أي مصدر يقدر من الحرف المصدري مع فعله فيكون في محل رفع مبتدأ. أيضا الأخت النوجية من المدينة كذلك تقول إجابة السؤال الأول، ما ينوب عن الفاعل المفعول به والجار والمجرور والظرف والمصدر، وأيضا تقرن إجابتها بأمثلة. أما في إجابة السؤال الثاني دكتور محمد فتقول يقع المبتدأ اسما مؤولا بأن تكون الجملة اسمية مكونة من أن المصدرية وفعلها، أو تمثل بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. جيد، هذه الإجابة. نعم، الموجودة وهي إجابة صحيحة، وقد عرفنا أن الأصل، يعني يتمم بس هذا الكلام، بأن الأصل في النيابة عن الفاعل هو للمفعول به، ولكن ينوب أشياء أخرى غير المفعول به في حالة فقده، وهي كما ذكر المشاركون والمشاركات المجرور بالحرف والظرف والمصدر،
وأما ما يتعلق بالمصدر مجيء المبتدأ مؤولا بالاسم غير صريح فالمقصود به أن يأتي حرف مصدري مع فعله فيؤول هذا الحرف المصدري مع فعله باسم يعرب حين ذاك هذا الاسم المؤول الذي هو مصدر يعرب مبتدأ ويقدر تقديرا. والمثال الذي مثل به وأن تصوموا خير لكم مثال صحيح لأنه بتقدير أن والفعل الذي بعدها بمصدر نعيبه مبتدأ ويكون خير خبر لهذا المصدر. الآن نستعين بالله بالبدء في الحديث عن تقسيمات الخبر من حيث الإفراد وغيره بعد أن تحدثت في المرة السابقة عن المقصود بالمفرد وغير المفرد في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. سبق الحديث في المرة الماضية عن أن المقصود بالمفرد وغير المفرد في هذا الباب ليس هو المقصود ما قد يتبادر إلى ذهن بعض المتعلمين مما تعود عليه ما هو قسيم للمفرد، أعني المثنى والجمع. نحن نعرف أن العربية يقسم فيها المتحدث عنه أو تقسم فيها الأشياء إلى واحد أو اثنين أو أكثر من اثنين، ولكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة طريقة في الحديث عنه، فيسمى الأول مفردا ويسمى الثاني مثنى ويسمى الثالث جمعا. فالجمع في العربية على الصحيح أقله ثلاثة، وأما الاثنان في العربية فلا يعدان جمعا بل لهما مصطلح خاص بهما أو لهما اسم خاص بهما واستعمال خاص بهما وهو المثنى، وعلى ذلك هي أقسام ثلاثة. هذا التقسيم ليس هو المقصود في باب المبتدأ والخبر، فنحن عندما نتحدث عن المفرد وعن غير المفرد في باب المبتدأ والخبر إنما نتحدث عن واحد من ثلاثة أشياء. فعندنا مفرد وعندنا ما ليس مفردا ويشمل شيئين وهو الجملة وشبه الجملة، فكأن المفرد في هذا الباب هو ضد الجملة أو ما أشبهها. المقصود بالجملة في العربية ما كان مكونا من ركنين: المبتدأ والخبر أو الفعل وفاعله أو نائب فاعله، يعني الجملة الاسمية أو الفعلية. والمقصود بشبه الجملة ما أشبه الجملة وليس بجملة، وذلك يعنى به الظرف والجار والمجرور. فإن سأل سائل وقال: كيف أشبه الظرف والجار والمجرور أشبه الجملة مع أنهما ليس تركيب إسنادي كتركيب المبتدا والخبر أو تركيب الفعل والفاعل؟ فالجواب إن التقدير الصحيح في موضوع المبتدا والخبر في موضوع الظرف أو الجار والمجرور هو أنهما متعلقان بفعل أو ما يقوم مقام الفعل، وحين ذاك تنقلب الجملة إلى جملة اسمية، فهي أشبهت هذه الجملة بذلك التقدير، وعلى ذلك سمي الظرف والجار مع مجروره سمي شبه جملة. إذن إذا أطلق غير المفرد في هذا الباب فالمراد به الجملة بنوعيها الفعلية والاسمية، وشبه الجملة بنوعيه الظرف المكاني والزماني والجار والمجرور. هذا ما يتعلق بالمقصود بقسمي الخبر اللذين أشار إليهم المصنف بقوله: والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فإن قال قائل: لماذا لم يوضح المصنف ذلك؟ الجواب هو وضحه بالتمثيل، قال: فالمفرد نحو زيد قائم، هنا الخبر قائم مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. وغير المفرد قال أربعة أشياء، هي في الحقيقة شيئان لكنه قسم كل واحد من هذين الشيئين إلى شيئين، فجملة قسمها إلى فعلية واسمية، وشبه الجملة قسمه إلى ظرف وجار ومجرور، فصارت أربعة أشياء. وذلك قال: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، ويقصد بذلك الجملة الفعلية، والمبتدأ مع خبره، ويقصد بذلك
الجملة الاسمية. ثم مثل بهذا لهذه الأمور الأربعة على الترتيب، فقال زيد في الدار، وزيد هذا مثال للجر والمجرور، زيد عندك هذا مثال للظرف، زيد قام أبوه هذا مثال للجملة الفعلية. وأرجو أن يركز معي الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، نحن نتكلم الآن عن الخبر، فعندما نقول الخبر جملة فإنما نعني قام أبوه، إذا قلنا زيد قام أبوه فهنا الخبر جملة فعلية، وعندما نقول زيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة هي الخبر وهي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. هنا يحسن الإباحة إلى شيء طريف وهو يتردد في أذهان كثير من الناس. بعض الناس يسأل ويقول لماذا النحويون كثيرا ما يمثلون بزيد، وهل عدمت العربية أسماء أخرى حتى نحشو كتب النحو بزيد؟ أقول النحويون إذا أرادوا أن يمثلوا لاسم مذكر، طبعا لا، النحو هو علم التطبيق وعلم الأمثلة، ولو فتحت كتابا نحويا سواء كان تراثيا أو معاصرا فإنه لا يكاد لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من 5-6-7-10 أمثلة أحيانا، أمثلة يعني جمل ممثل بها، فهم محتاجون إلى التمثيل كثيرا. إذا أراد النحويون أن يمثلوا لاسم مثلوا بزيد، فإن احتاجوا اسم مذكر، فإن احتاجوا لاسمين مذكرين مثلوا بزيد وعمر، فإن أرادوا اسما ثالثا مثلوا ببكر، فقالوا أكرم أعلمت زيدا أو أعلم زيد عمرا بكرا منطلقا. وإن أرادوا التمثيل لاسم مؤنث مثلوا بهند، هذا في غالب كتب النحو، فإن احتاجوا إلى اسم آخر مثلوا بدعد، فإن احتاجوا إلى اسم ثالث مثلوا بجمل، جمل وهذا اسم من أسماء العرب، اسم للمؤنث. فإن قال قائل لماذا هذه الأمثلة بالذات، فالجواب يتفق النحويون والصرفيون على أن الكلمات العربية أصولها، الأصل في أصولها أن تكون ثلاثة أحرف، فإذا أقل الكلمات مكون من ثلاثة أحرف، فلو جاءتنا كلمة مكونة من حرفين مثلا أو من حرف واحد فإن نقول قد حذف من هذه الكلمة حرف أو أكثر، فإذا أقل ما تتكون منه الكلمات ثلاثة أحرف، فأقل الأسماء ما تكون من ثلاثة أحرف. أنت لا تستطيع أن تتحكم في طبعا تريد الاسم خفيف أنت لتمثل به كثيرا، فأخف الأسماء ما تكون من ثلاثة أحرف، هذا واحد. أخف الحركات هي وتسميتها حركة أيضا فيها تجوز، أخف هذه أنواع علامات الإعراب هي أو علامات العلامات التي يبنى عليها الحرف هي السكون، عدم الحركة هو الأخف، فالسكون هو أخف الحركات مطلقا إذا صح أن نجعلها مع الحركات، وإن كانت هي السكون هو عدم الحركة. فإن أمكن أن نأتي باسم على أقل الحروف وأخف الحركات فهذا هو المطلب، لأننا نحتاج إلى تكرار التمثيل، فنحتاج إلى شيء خفيف لا يطيل علينا الحديث ويسهل نطقه وكتابته. لذلك هم أتوا بهذه الكلمات الأسماء التي ذكرتها المذكرة والمؤنثة ليمثلوا بها كثيرا، لأنها أقل الكلمات أقل الأسماء من أقل الأسماء حروفا. الحرف الأول لا يستطيعون أن يسكنوه لأن العربي لا يبدأ بساكن، والحرف الآخر الثالث لا يستطيع أن يسكنوه لأنه عليه علامة الإعراب. فإذا الذي يمكن أن يبحث عنه ما كان ساكن الوسط، فأخف الأسماء إذن ما تكون من ثلاثة أحرف وسكن وسطه، وهذه الأسماء ستة، زيد وعمر وبكر وهند ودعد وجمل، كلها أسماء ثلاثية ساكنة الوسط. فإن قال قائل لماذا لا يمثلون بعمر، قلت عمر صحيح أنه ثلاثي ولكنه أولا محرك الوسط، والمحرك الوسط أثقل من ساكن الوسط، وثانيا هو ممنوع من الصرف، فإذا أرادوا أن يمثلوا للكسرة مثلا ما استطاعوا أن يظهروها على هذا الحرف، وهم يحتاجون إلى أسماء تظهر عليها الحركات كلها ليحسن التمثيل بها. إذن تمثيلهم بهذه الكلمات الأسماء مقصود، فلو أنهم مثلوا مثلا بعبد الله مع أنه من خير الأسماء
لا طالت كتب النحو لأنها لا تكاد تخلو الصفحة كما قلت أو الموضوع الواحد من موضوعات النحو عن أمثلة كثيرة، فلذلك هم يسعون إلى الاختصار، وهذا هو ما دعاهم إلى التواطؤ أو التعارف على التمثيل بهذه الأمثلة، ثم أصبحت عرفا بين النحويين لهذه العلة التي ذكرتها بالذات. يحسن هنا في مقام الحديث عن الخبر الجملة وشبه الجملة التنبيه إلى بعض الأمور. عندما نقول إن الخبر شبه جملة أعني به الظرف أو الجار والمجرور، هذا هو رأي البصريين أن الظرف أو الجار والمجرور شبه الجملة هو الخبر، عفوا هو رأي الكوفيون، هو رأي الكوفيين. الكوفيون إذا قلت محمد عندك يقول محمد مبتدأ، وعندك هذا الظرف عند ظرف مكان منصوبه مضاف الكلام مضاف إليه شبه الجملة خبر. البصريون يقولون ليست هذه هي الخبر، الخبر ما يتعلق بها. كيف ما يتعلق بها؟ هم يقولون إن الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق. كيف متعلق؟ يعني عامل، شيء يعمل فيهما، شيء فعل أو ما يقوم مقام الفعل يصح إيقاع الظرف، إيقاع هذا الفعل أو الحدث في هذا الظرف. فإذا قلت مثلا زيد عندك يقول التقدير زيد استقر عندك أو زيد مستقر عندك، لأنك إذا قلت عندك ماذا يفعل عندك فيقدرون له هذا الفعل. البصريون يقولون ذلك الفعل أو المشتق استقر أو مستقر المقدر هو الخبر وليس الظرف أو الجار والمجرور. والكوفيون يقولون لا، الخبر أو الجار والمجرور هو تسهيلا، وكل له حجة كما رأيت. فالبصريون يقولون المتعلق هو الخبر لأنه هو الذي ينبني عليه المعنى. فإذا قلت زيد أنا أريد أن أصفه بأن أحكم عليه بالاستقرار في هذا المكان، فإذا استقر أو مستقر هو الحكم فهو الخبر في الحقيقة. الكوفيون يقولون إن من التسهيل أن نعرب الموجود خبرا ولا نلجأ إلى التأويل الشيء البعيد الذي يحتاج إلى تقدير. ومن النحويين من قال الخبر هما معا المتعلق وشبه الجملة، يعني الظرف والجار والمجرور هما الخبر مع بعضهما. أيضا مما يحسن التنبيه إليه، إذا كان المبتدأ جسما ويسمون يطلقون عليه الجثة أو الذات، اسم الذات يعني ليس معنى من المعاني وإنما هو جسم من الأجسام أو جثة، يعني له محسوس، قالوا إنه لا يخبر عنه بالظرف الزماني. كيف ذلك؟ ما تقول مثلا محمد اليوم، لكنك تخبر عنه بالظرف المكاني فتقول محمد عندك. فإذا هذا أمر يحتاج يعني التنبه إليه، أنه الظرف الزماني لا يخبر به عن الذوات وإنما يخبر به يخبر المكاني. أما المعاني فإنه يصح أن تخبر عنها بالذوات وبالمعاني بالمكان وبالزمان. المعاني إذا كان معنى من المعاني تقول مثلا الصوم اليوم، فاليوم هنا كما ترى ظرف مكان ظرف زمان ومع ذلك أخبر به عن المعنى وهو الصوم، فإذا يخبر به عن المعاني ولكن لا يخبر به عن الذوات. تفضل. عفوا دكتور، الأسماء مثل محمد وغيرها لا يخبر بالزمان عنها. نعم، لأنك لا تصف هذه الأشياء بزمان وتسمى بأسماء الذوات ذوات أو الأجسام، يعني الأشياء المحسوسة، لكن تخبر عن المعنى بالزمان أو بالمكان لا إشكال، لا إشكال أن تخبر بالزمان عن المعنى، عن المعنى تقول الصوم اليوم أو الصوم عندك، لأن الصوم معنى من المعاني ليس شيء ما، لكنك تقول زيد عندك ولا تقول زيد أمسي، فلا يخبر بالزمان عن الذات أو عن الأجسام والأشياء التي لها ذات المجسمة، الأشياء المحسوسة. إذا وقع الخبر جملة، إذا وقع الخبر جملة، نحن الآن نقول إن الخبر المبتدأ لا يقع إلا مفردا، الخبر يقع مفردا ويقع غير مفرد، وهي الجملة وشبه الجملة، الجملة فعلية واسمية وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. إذا وقع الخبر جملة فلا بد فيه من شيء يربطه بالمبتدأ، كيف ذلك؟ عندما نقول نأتي أولا بالمبتدأ ثم نأتي بجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، أو نأتي بالمبتدأ ثم نأتي بجملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فإنه تصبح هذه الجملة الجديدة
التي هي جاءت بعد المبتدا كانها مستقله غير مرتبطه بالمبتدا. مثلا عندما نقول محمد ثم نأتي بجملة نضعها خبر نقول أخوه كريم، هذه أخوه مبتدا وكريم الخبر، والجملة كلها خبر لمحمد، فوقع الخبر جملة اسمية كما رأيت. لما كان الخبر مكون من جملة إسناد كامل ربما يبتعد في النطق ويستقل عن المبتدا، احتجنا أن نجعل فيه شيء يربطه بالمبتدا ليحصل تواصل بين المبتدا والخبر، لأن الخبر الآن طويل ولو لم يكن فيه ما يربطه بالمبتدا لما ساغ يعني ما تركبت الجملة وما ارتبط بعضها ببعض، فلذلك لا بد من الارتباط. هنا في قول محمد أخوه كريم عندنا ضمير أخوه، أخو من؟ أخو محمد، فأعدنا الضمير الهاء إلى محمد فارتبطت جملة الخبر بالمبتدا. إذن لا بد من رابط. لكن لو قلت محمد الوالد كريم، هذه جملة الوالد كريم مبتدا وخبر ولكن لا علاقة لها بمحمد، فالارتباط بين المبتدا وجملة الخبر فلا تصح هذه، لا يصح هذا الإخبار بالجملة الاسمية. إذن لا بد في الخبر الواقع جملة من أن يوجد فيه رابط، رابط يعني صله، شيء يصله بالمبتدا، لأن الخبر هنا طويل فيحتاج إلى أن يوجد فيه شيء يصله بالمبتدا ليحصل التقارب والتجانس مع طول الفصل وكثرة كلمات الخبر الذي هو جملة. قد يكون مثلا عندما قد يقول قائل طيب ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، هو الله أحد. الآن قل هذه فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هو هذا ظرف عفوا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، ثم الله أحد جملة اسمية، الله مبتدا وأحد خبر، وقع الخبر الآن جملة اسمية. طيب ما فيها ضمير يعود إلى هو يربطها، فليس هناك رابط. نقول لا، هنا صحيح ليس هناك رابط ما في ضمير، لكن معنى الخبر هو معنى المبتدا، لأنك عندما تقول قل هو ما هو ماذا؟ أي الشأن الذي أريد أن أتحدث فيه، الأمر الذي أؤكد على أهميته، الأمر الذي انتدبت للحديث عنه، الأمر الذي طلب مني أن أخبركم به أيها الناس أن الله واحد. إذن هو بمعنى الشأن أو الأمر، والله أحد هذا هو هذا الأمر، فإذا المبتدأ هو الخبر. ومن هنا تتحرر قاعدة النحوية، إذا وقع الخبر جملة فإن كان هو المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى رابط، وإن كان غير المبتدأ فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. وقد مثلت لهذا، ومثال المصنف هنا واضح في قوله زيد قام أبوه، هذه جملة فعلية الخبر الآن، زيد مبتدأ قام أبوه جملة فعلية وقع خبر وفيها ضمير وهو الهاء في أبوه يعود على زيد، فربطت الآن جملة الفعلية الواقع خبرا بالمبتدأ. وفي قولنا زيد جاريته ذاهبة، الهاء في جاريته المضاف إليه يعود إلى زيد، فارتبطت الآن الجملة الاسمية الواقعة خبرا بالمبتدأ. وهذا يوحي أن أكثر الروابط استعمالا هو الضمير، وهذا هو الأصل في الربط، لأن الضمير هو الذي يعود إلى ما سبق. ولذلك نقول إن الغالب ما يربط بين جملة الخبر والمبتدأ هو الضمير، هو الغالب، والأمثلة واضحة في هذا. فإن قال قائل مثلا يعني في مثالنا الآن عندما مثال المصنف عندما قال زيد قام أبوه واضح فيه ضمير وهو الهاء، زيد جاريته ذاهبة واضح أيضا فيه هاء تعود إلى زيد، لكن هناك مثال عند النحويين يقولون البر صاعان بدينار، البر مبتدأ صاعان مبتدأ ثاني وبدينار جر ومجرور خبر، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، وقع الخبر الآن جملة اسمية ما فيه رابط ما فيه ضمير. قالوا هنا فيه ضمير لكنه مقدر، البر صاعان منه بدينار. إذن هذا الرابط قد يظهر وهو الأكثر والغالب، وقد يقدر لكن ما يقدر إلا إذا كان معروفا للسامع، فإن كان السامع لا يعرفه فلا يصح أن نقول إنه مقدر، بل لا بد من إظهاره، لا بد من إظهاره.
هناك أشياء أخرى تربط جملة الخبر بالمبتدأ غير الضمير، وإن كان كما قلت الضمير هو الأكثر وهو الأصل في الربط بين جملة الخبر والمبتدأ. منها مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والتقوى مضاف إليه مجرور وعلى مجرى الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر اسم مقصور. ثم جاءتنا جملة ذلك خير، ذلك مبتدأ وخير خبر، وذلك كما ترى اسم إشارة مبني على السكون واللام للبعد والكاف للخطاب وخير خبر. الجملة الاسمية واقع خبرا ليس فيها ضمير يعود على لباس الذي هو المبتدأ، ولكن فيها إشارة إليه، ذلك أي ذلك اللباس، أي لباس التقوى ذلك اللباس خير. فالإشارة إلى الشيء أيضا رابط، يعني عندما تشير إلى الشيء فأنت تربط الكلام به، فإذا الإشارة إلى المبتدأ من الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ. عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، والحاقة خبر، والمبتدأ الثاني وخبره جملة اسمية وقعت خبر المبتدأ الأول، ليس فيها ضمير يعود إلى الحاقة وليس فيها إشارة. إذن كيف ربطت جملة الخبر بالمبتدأ؟ الجواب الآن كلمة الحاقة موجودة في الخبر، فأعيد المبتدأ بعينه بلفظه أعيد في الخبر، هذا يكفي رابطا. إذن من الروابط أن نعيد المبتدأ مرة أخرى وهذا يكفي لأننا ارتبطنا به. إذن أي نوع من الروابط، أي شيء يربط لنا جملة الخبر والمبتدأ يكفينا لتصح الجملة خبرا عن المبتدأ. الأصل في ذلك نعم الضمائر، ولكن قد يشار إليه إلى المبتدأ فيكفي تكفي الإشارة، وقد يعاد المبتدأ بنفسه فإذا أعيد أغنى ذلك عن الإضمار عنها والإشارة إليه. هذا في الجملة الإسمية دكتور، هذا في الجملة الإسمية. نعم نعم في الجملة الإسمية وجود الرابط اشترط. نعم لكن أيضا في الجملة الفعلية أيضا لا بد أن تكون مرتبطة، والجملة الفعلية ارتباطها سهل لأن غالبا الفعل يكون فاعله أو مفعوله هو الرابط. فمثلا إذا قلت زيد أكرمته فالضمير موجود، إذا الرابط أيضا في الجملة الإسمية أيضا، ليس في الفعلية أيضا، ليس في الإسمية فقط، في الإسمية والفعلية، لكن غالبا في الجملة الفعلية يكون الرابط هو الضمير. في قولك زيد أكرمته الهاء المفعول به ضمير يعود إلى زيد فارتبطت الجملة، لكن لو قلت زيد أكرمت خالدا ما في ارتباط، فإذا الجملة غير صحيحة، الإخبار بالجملة هنا غير صحيح لعدم وجود الرابط الذي يربط الخبر جملة الخبر بالمبتدأ. جميل دكتور. نعم. الآية اللي ذكرتم الحاقة ما الحاقة، نعم كيف يكون إعرابها؟ إذا الحاقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، ونقول مبتدأ ثاني لأن المبتدأ الأصلي هو الأول، هذا الثاني هو جزء من جملة الخبر. الحاقة الأخرى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. جميل. هكذا الإعراب. جزاك الله خير. نواصل ما ما طيب. ما لم يرد شيء. ممتاز. أنا الحقيقة نحتاج الحقيقة إلى شيء من الوقت للمواصلة في هذا، مع أني أفتح المجال الحقيقة لمن كان عنده استفسار من الإخوة سواء عن طريق الاتصال أو عن طريق الموقع، سواء كان في الموضوع بذاته وهذا أحب إلينا أو أسئلة عامة لكن تكون مفيدة للعموم غالبا، وأيضا مما يعني تمس الحاجة إليه ولا يستغرق الوقت الذي خصص للموضوع الأساسي، لأن هذا من أهدافي هذا اللقاء هو خدمة الحقيقة لطلبة العلم حتى في الموضوعات اللغوية وفي الأسئلة اللغوية السريعة الأخرى غير المحددة، فهذا أحد المجالات التي يمكن أن يستفيد فيها طالب العلم بالسؤال عن بعض القضايا السريعة وبالذات ما كان النفع بها عاما. نحن نعرف أن هناك قاعدة يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة منطقية، يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أنت لا تستطيع أن تحكم على الشيء وأنت لا تعرفه، لا بد أولا أن تعرف معرفة كاملة
ثم بعد ذلك تحكم عليه. أما أن تحكم على ما لا تعرف فأنت بهذا تكون قد أخطأت عليه، أخطأت في حقه، لأنك يعني عليك أن تتعرف إلى الشيء أولا ثم تحكم عليه من سابق معرفة. الخبر حكم على المبتدأ، الخبر حكم على المبتدأ. الرجل كريم، حكمت على الرجل بالكرم، فإذا الخبر حكم على المبتدأ. إذن لا بد أن يتصور المبتدأ حتى يصح الحكم عليه. تصور المبتدأ لا بد أن يكون معروفا محددا، ولذلك قالوا يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، يشترط في المبتدأ التعريف، يعني ينبغي أن يكون المبتدأ معرفة. الخبر لا يلزم يكون معرفة، قد يكون معرفة وقد يكون نكرة لأن حكم، والحكم لا يلزم فيه التعريف، لكن المحكوم عليه لا بد أن يعرف ويتصور ليصح الحكم، حتى ما يكون الحكم من فراغ أو من جهل. فإذا شرط المبتدأ أن يكون معروفا في الصناعة النحوية، أن يكون معرفة، المعارف معروفة، أنواع المعارف، فلا بد إذن أن يكون المبتدأ معرفة للحكم عليه، تطبيقا لهذه القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصور. إذن لا يقع المبتدأ نكرة إلا إذا كان بمنزلة المعرفة أو قريبا من المعرفة، يعني إذا أمكن الحكم عليه. يقول قائل كيف؟ نحن نعرف أن المعرفة هو الذي يمكن الحكم عليه، معروف، فكيف إذا كان نكرة يمكن الحكم عليه؟ الجواب هناك بعض الأمور التي تقرب النكرة إلى المعرفة. نعم هو يبقى نكرة ولكنه يمكن الحكم عليه، لأنه انتقل مرحلة من الشيوع وعدم التحديد إلى مرحلة قريبة من التعريف، فصح حين ذاك الحكم عليه. لذلك لابد أن يكون هناك ما يسمونه بالمسوغات. مسوغات يعني الأشياء التي تبيح الابتداء بالاسم وهو نكرة. طبعا إذا كان نكرة مطلقة هكذا دون شيء يحددها فلا يصح الابتداء بها، لكن إذا وجد نوع تحديد، نوع من أنواع التحديد، أي نوع، وقد نص عليها أو على أكثرها العلماء وقاسوا على بقيتها، فإنه حين ذاك تقترب النكرة من المعرفة فيصح الحكم عليها، ومن ثم يصح الابتداء بها. ذلك ابن مالك قال في الألفية: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، هذا حكم عام، وعرفت لماذا، ما لم تفيد. كيف تفيد؟ يعني ما لم تكن هذه النكرة مفيدة، غير شائعة شيوعا تاما، فيها نوع من التحديد. لم يذكر ابن مالك في الألفية المواضع تحديدا، وإنما مثل بأمثلة، قال: كعند زيد نمرة. هنا عندما نعرب قولنا عند زيد نمرة، نمرة طبعا عند هذه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور، والظرف المكان متعلق محذوف، هو خبر مقدم، ونمرة، النمرة هي نوع من أنواع الأكسية واللباس، هي المبتدأ، وأنت كما ترى مبتدأ مرفوع، نمرة، هنا كما ترى نمرة نكرة، ومع ذلك صح الابتداء بها. قيل: لماذا صح الابتداء بها؟ قالوا: لأنه قد تقدم الخبر عليها الظرف، وإذا تقدم الخبر الظرف على المبتدأ النكرة صار فيه نوع من التخصيص، لأن التقديم والتأخير هو أحد وسائل التخصيص، والتخصيص يزيل بعض الشيوع عن النكرة فيبيح بذلك الابتداء بها. إذن من مسوغات الابتداء بالنكرة وهي باقية على نكرتها أن يتقدم عليها الخبر وهو ظرف. قال: ما لم كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم، هل فتى فيكم، هل هذه حرف استفهام مبني على السكون، وفتى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، وقدرت هنا للتعذر لأنه اسم مقصور، وفيكم في حرف جر، وكم اسم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر فيه، والجر مجرور أو متعلق الجر المجرور هو الخبر، وأنت ترى أن فتى نكرة وقد وقع مبتدأ. قالوا: الذي سوغ الابتداء به أنه قد سبق باستفهام هل، وسبقه باستفهام يعطيه نوع تحديد فيبعد بعض الشيوع عنه ويسوغ الابتداء به وإن كان نكرة. قال ابن مالك: فما خل لنا، ما خل لنا، ما حرف نفي،
مبني على السكون. خل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لنا اللام حرف جر، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر، فإذا الخبر وقع جار ومجرور هنا. خل هو المبتدأ، وكما تراه هو نكرة، ومع ذلك أعري ومبتدأ. قالوا لأنه اكتسب نوع تخصيص بسبقه بالنفي ما، فإذا سبق الاسم النكرة بنفي كما قلنا منذ قليل بسبقه بالاستفهام، صار هذا مسوغا له أن يبتدأ به. ولذلك نقول إن هنا من مسوغات الابتداء بالنكرة هنا أنها سبقت بنفي. قال ابن مالك: ورجل من الكرام عندنا. رجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من حرف جر، والكرام اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف أو على رأي البصريين، أو هما نفسهما صفة أو نعت، يعني إما المتعلق هو النعت أو الجر والمجرور على رأي الكوفيين هو النعت لرجل. عندنا هنا عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف ونا مضاف إليه، وظرف مكان متعلق بمحذوف هو الخبر. رجل من الكرام، رجل مبتدأ وهو نكرة، لكنه لما وصف بأنه من الكرام صار هذا فيه نوع تخصيص له، سوغ الابتداء به. قال: ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير. رغبة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، والخير اسم مجرور، خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رغبة في الخير خير. رغبة كما ترى مبتدأ وهو نكرة، ولكنه وقع هنا مصدرا، والمصدر مع مشتقاته تعمل أحيانا عمل الفعل، ولذلك الجر والمجرور في الخير متعلقها أو الذي عمل فيها، ولنعرف أن الظرف كما قلت منذ قليل الظرف والجر والمجرور لا بد لهما من متعلق، إما أن يكون فعلا أو مشتقا أو مصدرا. هنا متعلق الجر والمجرور في الخير هو المصدر رغبة، فهو العامل في الجر والمجرور على الحقيقة. فلما كانت النكرة عاملة اكتسبت نوع تخصيص فساغ الابتداء بها. قال: وعمل بر يزين. عمل مبتدأ وهو مضاف، وبر مضاف إليه مجرور، يزين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وجملة الفعلية هو يعود إلى الفعل، وهنا الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ هو الضمير الفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. وكما ترى عمل مبتدأ مع أنه نكرة، وإنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لأنه مضاف إلى بر، فليس عمل مطلق وإنما هو عمل بر، فنتخصص نوع تخصيص فساغ الابتداء به. قال: ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين. قال: وليقس ما لم يقل. هذا ابن مالك يقوله، فيقول: قيسوا عليه ما ترون من الأمثلة ما كان يخصص النكرة أو يقربها من المعرفة فهذا يسوغها. ابن عقيل وهو أحد شراح الألفية أوصل المسوغات إلى نيف وثلاثين مسوغ، لأنه استرشد بقول ابن مالك وليقس ما لم يقل، فصار كل شيء يبعد النكرة عن الشيوع يجيز عنده، وهذا كلامه وهو رأي صحيح، يجيز عنده الابتداء بالنكرة. إذن الأصل في المبتدأ يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا إذا سوغ، ومسوغ الابتداء بالنكرة بإطلاق هو أن تكون مفيدة، وإفادتها أن تتخصص نوع تخصيص فتبتعد من شيوع النكرات وتقترب من تحديد المعارف ولو كان هذا الاقتراب عن بعد. جميل، بارك الله فيكم دكتور محمد، نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الشرح الممتع. إن أردتم أن نبتدئ فيما بعد، نبتدئ إذا كان يعني إذا شئت نبتدئ حفظك الله بمقدمة في العوامل الداخلة لا بأس على المبتدأ والخبر، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. نعم. هو الآن بدأ بالحديث عن النواسخ، ما يسميه العلماء بالنواسخ. النسخ هو الإزالة،
ونسخت الشيء أزلته. والمقصود بالنواسخ هنا نحن لا نزال في باب المبتدا والخبر، وهذه الأشياء التي سيذكرها هو عنوان بها بقوله العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، إذن هي أشياء مرتبطة بالباب، وهي تنسخ الحكم. معنى أنها تنسخ الحكم يعني أنها تزيل حكم المبتدا والخبر. المبتدا والخبر حكمهما الرفع، المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. هذه النواسخ ثلاثة أنواع كما قال، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فرق بينها أو جعلها ثلاثة أقسام لأن من هذه الأنواع، والنوع الأول كان وأخواتها، ما ينسخ حكم الخبر وحده ويبقى المبتدا مرفوعا. فكان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فالمبتدا بقي مرفوعا ولكن الخبر نصب. إن وأخواتها بالعكس تنسخ حكم المبتدا، لأن إن وأخواتها، لأن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر. ظننت وأخواتها تنسخ الاثنين معا، لأنهما تقلب المبتدا والخبر مفعولين فتنصبهما، ولذلك فرق بينها. منها ما ينسخ حكم الأول وحده، منها ما ينسخ حكم الثاني وحده، ومنها ما ينسخ حكمهما معا، ولذلك جاء التفصيل أو التقسيم على هذه الطريقة، وهو قوله وهو ثلاثة أشياء. سيبدأ بعد ذلك بالحديث عن كل واحد من هذه الأشياء، وهو سيبدأ بكان وأخواتها، وسيبين حكمها، وسيذكر هذه الأفعال الناسخة التي هي كان وأخواتها. وسميت قيل كان وأخواتها، وهذا هو المعروف في الأبواب النحوية سواء كانت في الأدوات أو في العوامل أو في غيرها، أن يكون هناك واحد منها يسمونه أم الباب، وهو الأكثر استعمالا والأقل اشتراط شروط لعمله، وأيضا مشتقات تكون عاملة. وما كان كثير الاستعمال لا شروط في عمله يسمى أم الباب، أما البقية فإنها لا تعدم أن تكون إما قليلة الاستعمال أو يكون هناك شروط معينة للعمل بها، ولذلك كان هذا الباب يسمى باب كان وأخواتها. كما قيل من قبل أن هي أم النواصب المضارع، وأن لم هي أم جوازم المضارع إلى آخره. طيب دكتور محمد، نستأذنكم في التوقف مع فاصل قصير، تفضل، ثم نعود بعده إن شاء الله تعالى إلى هذا الشرح المبارك، وأيضا نسعد بتلقي أسئلة المتابعين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك عبر أرقام الهواتف، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم، الإخلاص. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم
من أين ملبسه ومطعمه ومشربه؟ ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟ إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي: أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في هذا الدرس المبارك، ونرحب بالدكتور محمد مرة أخرى. حياكم الله دكتور محمد. بارك الله فيك وفي السامعين والمشاهدين والمشاهدات. نستأذنكم دكتور في تلقي بعض الاتصالات الهاتفية. تفضل. معنا الأخ محمد من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله. حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ طيب. حياك الله يا أخي. بارك الله فيك. سؤالي أو عندي سؤالان بالأحرى. السؤال الأول بخصوص، أنا سمعت أكثر من شخص متخصص في اللغة العربية بخصوص دراسة الأجرومية ودراسة المتون العلمية، فالبعض يقول لا تدرس إلا الأجرومية ثم انتقل إلى الألفية، لا تضيع وقت بملحة الإعراب وقطر الندى، فما مدى صحة هذا القول؟ هل هو صحيح أو يعتمد على الطالب أو هل أن لأني أنا شغوف باللغة العربية صراحة، فودي أتدرج، يعني ما ودي أنتقل من الأجرومية إلى الألفية، مع أني ممكن يعني أضبط الألفية حفظا وإتقانها، لكن ودي أتدرج، فهل هو الأفضل أني أتدرج أو أني أرجع أمشي على انتقالي من الأجرومية إلى الألفية؟ طيب هذا السؤال. السؤال الآخر، السؤال الثاني، بارك الله فيك الشيخ، الحلقات الماضية أنا ما تابعتها، فكيف أقدر أستدركها من البداية الأجرومية؟ هل هي موجودة على الإنترنت أو في برنامج طيب مسجل أو شيء؟ هي عموما بعد الدكتور هي موجودة على موقع الأكاديمية الإسلامية بشكل صوتي. أيوة. على عبارة عن أشرطة صوتية تستطيع أن ترجع إليها عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أيوة، خير إن شاء الله. جزاك الله خير، شكرا لمشاركتك. سؤالي الله يجاوب عليه ضروري، لأن يمكن ما أستطيع شاهدكم بعد 10 دقائق. لا بأس الدكتور إن شاء الله لن يقصر. شكرا لمشاركتك. أيضا معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو أن يكثر في نشرات الأخبارية أن نسمع لفظة الدولي، كأن يقال المطار الدولي والمؤتمر الدولي، والصحيح أن يقال الدولي أم الدولي، لأن نعلم أن ياء النسب لا تضاف إلا للاسم المفرد، وكذلك لفظة مسودة الدستور، والصحيح أن يقال مسودة أم مسودة. نرجو من فضيلتكم توضيح الصواب في هذا وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا لك يا أختي. نعم دكتور محمد بارك الله فيك. مسألة طالب العلم وحرصه، طبعا مسألة البدء بدراسة المتون العلمية وشرحها فهذا خير كثير إذا تيسر الإنسان أن يدرس المتون ويتدرج فيها، فهذا مطلب. والأجرومية من أهم مزاياها الاختصار، يعني هي لقيت رواجا لكثرة دراستها، لا لكونها أميز المصنفات أو أميز المتون، لكن حظيت بالقبول لكثرة شرحها، لكثرة ما تشرح وتدرس،
وهذا لا يمنع أن هناك ما هو بجودتها، لكن هي ميزتها الاختصار الشديد. فالبدء بها مطلب، وكما قال الأخ إذا كانت يسر الإنسان يتنقل منها إلى ما فوقها إلى ما ذلك فطيب. بعض الناس عنده من المقدرة والعلم ما يكفيه للانتقال إلى ما هو أكبر منها بكثير، فلا إشكال، لكن أن ينتقل إلى ما هو أكبر منها كالألفية مثلا، والألفية على الرغم من طولها إلا أنها فيها يسر، وإذا جنح الإنسان إلى دراسة بعض الشروح اليسيرة فيها الواضحة. أنا أقول إن شرح ابن عقيل يعتبر وإن كان فيه طول لكنه يعتبر من أكثر شروح الألفية إشراقا ووضوحا، وكل شروح الألفية من فضل الله واضحة، لكن يتميز هذا الشرح عن شرح ابن عقيل بكثرة الشواهد وبوضوح العبارة في الشرح. فمن كان مثلا يقول إني بالنسبة للألفية للأجرومية ومتنها أنا متقن له تماما وأعده من الأشياء اليسيرة السهلة علي، فلا مانع أبدا من أن ينتقل مباشرة للألفية. لكن إذا كان يحس أن هناك بعض القضايا في الأجرومية هي تحتاج إلى مزيد إيضاح، فالنصح أن ينتقل إلى ما هو دون ذلك. وقد ذكره بعض الأمثلة لمتون هي في منزلة متوسطة كملحة الإعراب الحريري وقطر الندى مع شرحه لابن هشام، وكله فيه خير ما دام الإنسان يجد الوسيلة لدراستها على من يعلمه إياها بتؤدة، لأن العلم يحتاج إلى وقته. بالنسبة لما سألت عنه الأخت في النسب إلى الدولي أو الدولي أو النسب إلى صحفي أو صحفي، النسب إلى الصحف أو الصحيفة، طبعا الدولي نسبة إلى الدول والدولي نسبة إلى دولة، وعندما نقول صحفي نسبة إلى الصحف وصحفي نسبة إلى صحيفة. الأصل أنا أقول الأصل في النسب وهو الصحيح أن ينسب إلى المفرد، ولذلك افترض الإنسان أن يسعى للنسب إلى المفرد فيقول الدولي. لا يعني هذا أن من نسب إلى الجمع قد أخطأ، لأن هذا ليس على إطلاقه، تخطئة النسب إلى الجمع ليست على إطلاقه، لكن الفصيح أن ينسب إلى المفرد فيقال الدولي ويقال الصحفي. أما المسودة أو المسودة هي الصحيح فيها أنها مسودة، لأن المسود الأصل في المداد أن يكون أسود، فأنت عندما تكتب شيئا تسوده أي تسود الأوراق لكتابته، ثم بعد ذلك تنقح هذه الأوراق وتجعلها بيضاء بتنقيح المكتوب فيها، فإذن هي ورقة مسودة، فإذن الصواب فيها أن يقال مسودة الشيء لا مسودة، لأنك اتضح الآن المعنى المقصود بها فيتضح من هذا الصحيح فيها. نعم دكتور، كثرة الأخطاء النحوية في مثلا العبارات التي تكتب في سواء في الصحف أو في أيضا مواقع في نشرات الأخبار، يعني ما سببه تقريبا؟ هو يعني هناك أمران، الأمر الأول يتعلق بلماذا تكثر الأخطاء. تكثر الأخطاء لقلة المراجعة. الإنسان يفترض بالذات من هو في مجال الإعلام أو في مجال التدريس أو في مجال الخطابة أو في مجال الكتابة تأليف، يفترض أن يكون من نفسه على نفسه رقيب بأن يرجع إذا لم يجد وسيلة للتعلم، فعلى الأقل يرجع إلى إذا شك في كلمة لتصحيحها ويسأل عنها أو يراجع الكتب فيها ليتأكد من صحتها. لكن هنا أمر أحب التنبيه إليه، كثر الكلام عن قولهم قل ولا تقل أو عن تأليف معاجم في الأخطاء التي يقع فيها الناس، والتشنيع على الناس كثيرا أن هذا خطأ ولا يصح. وأنا أقول إن أمور اللسان لا يصح إطلاق التخطئ فيها على دائما إلا بدليل ودليل بين، بمعنى أنه نعم هناك أشياء فصيحة يفترض أن يلزم الإنسان نفسه بها عندما يتكلم، ولكن إذا وجدت غير قد قال أو نطق بالكلمة أو بالشيء على وجه آخر شائع فلا تسارع لتخطئته، بل تأكد من الأمر، لأن كثير من الأشياء تقبل الوجهين، أحدهما أفصح من الآخر، نعم، وعليك أن تلزم نفسك أنت بالأفصح ولا تجنح إلى الآخر حتى ولو كان صحيحا ما دام غيره أفصح منه، فأنت تلتزم الأفصح، لكن لا تخطئ الناس إذا تكلموا بشيء له وجه من الصحة. ولذلك
صار باب قل ولا تقل أو باب الأخطاء اللغوية الشائعة باب يقع فيه كثير من المصححين ومن المؤلفين، لأنه يخطئ أحيانا شيء له وجه، والأصل أن لا يخطأ إلا ما ثبت الخطأ فيه. نعم هناك أمور فصيحة وهي الأصل، ينبغي أن نلتزم بها، أن نلزم بها أنفسنا، أن نسعى لتعليم طلابنا الالتزام بها، لكن لا نشنع على الناس إذا جاءوا بالوجه الآخر الذي فيه وجه صحة لكنه دون الوجه الثاني في, في, في الفصاحة، ما دام له وجه. والتوسع على الناس في هذا مطلوبة إذا كان لها وجه، أما إذا لم يكن لها وجه فهي خطأ محض، ولا يجوز السكوت عنها أو إجازة الناس الحديث أو الكتابة بها. جميل. أيضا نتلقى بعض الاتصالات دكتور محمد. معنا الأخ أبو جواد من الجوف. السلام عليكم. عليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ هلا وسهلا. أزعجناكم ترى بكثرة الصلاة لكن تحملونا. تفضل يا شيخ. ولذلك أنا سأسألك يا أبا جواد إذا انتهيت. أيوة إذا انتهيت من سؤالك سأسألك أنا أيضا. ما في مشكلة. تفضل الله يبارك فيك. عندك اقتراح يا شيخ. كيف؟ عندك اقتراح أبي أعرض عليك. تفضل هاته. أقول لو بالنسبة لاختبار النحو لو توضع أسئلة وأجوبة تمر على جميع الأبواب وتكون منها الأسئلة الاختبار، بحيث أن الطالب إذا ألم بهذه الأجوبة حصل عنده قاعدة ينطلق منها ولا يضره الاختصار، ها؟ وهذا التسهيل، وينزل عن طريق الموقع يعني اختصار، لأن تشعبنا كثير وحصل شتات شوي. جزاك الله خير يا شيخ. اقتراح في محله. طيب. فهذا أعرض الاقتراح هذا، وتمنى لأننا مبتدئين، لأن في بعض الطلبة اللي بالأكاديمية الآن يعني ما درس ابتدائي، يحصل له أنه يختبر فجأة اختبار موسع شوي يأثر عليه، لكن لا بدأ بقاعدة ألم فيها، إن شاء الله أنه ينطلق إن شاء الله انطلاقة جيدة بإذن الله. لا بأس، لعلنا نعرض على الأخوان إن شاء الله في المشرفين ويردون، تنزل في الموقع وتسهل. الآن أغلب الطلبة لا يشتكون، يعني بعضهم يعني ما وده يعني يقترح اقتراحات ويثقل عليكم يعني. بارك الله فيك يا أبا جواد. جزاكم الله خير يا جماعة. أسألك يا أبا جواد. تفضل حبيبي. سأعطيك آية كريمة. تفضل. تخرج لي منها المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر جيد. نعم. في قول الله سبحانه وتعالى أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية. طبعا هنا وقع الخبر، سهل عليك، وقع الخبر جملة. خير البرية، ها؟ وقع الخبر جملة. أنا الآن أريدك أن تبين لي أين المبتدأ وأين الخبر الجملة، وإن شئت أن تعرب إعرابا كاملا. أولئك هم خير البرية، ها؟ نعم. هم مبتدأ أولا. أولئك، أولئك وهم هذا مبتدأ. لا، أولئك الحال، هو هم الحالة. أولئك مبتدأ. أولئك مبتدأ، نعم. هم خير البرية خبر. أحسنت. الجملة جملة. خبر جملة. ما نوع الجملة هنا، اسمية ولا فعلية؟ اسمية. اسمية، لأنهم ضمير منفصل اسم. صحيح. طيب ما الذي ربط الآن جملة الخبر والمبتدأ؟ نحن اشترطنا أن يكون الخبر إذا كان جملة أن يكون مرتبطا بالمبتدأ. صحيح. والرابط إما أن يكون ضمير أو إشارة أو ضمير هم. أحسنت، بارك الله فيك يا أبا جواد ونفعك بعلمك. اقتراحي لا بد أن نلخص، أخشى أنك تقول هذا. لا لا يعني ما شاء الله محلك. كيف وقد صدر من أبي جواد وهذه إجابته؟ الله يجزاك خير. بارك الله فيك. ناقل هم غيري إن شاء الله من الطلبة يعني. وفقك شكرا. الله يا أخي. شكرا لك يا أبا جواد، بارك الله فيك. أيضا دكتور نأخذ الأخ خالد من الباحة. تفضل أخ خالد. الأخ خالد تسمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي كم سؤال وما ودي أن أكثر على دكتور، لكن باب الاستشهاد إن شاء الله. تفضل يا أخي. الله يكرمك يا دكتور. البارحة سألتك سؤال وربما كانت يعني الآية ما كانت واضحة عندك. فلعلي أعيد الآية يعني. تفضل يا أخي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة آية 39 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم. أنا كنت أسأل في كلمة أو الفعل تضروه. نعم. حذفت النون مع أن الله هنا ليست لا ناهية. ليست ناهية، لا. أيوة. كنت أسأل يعني ما دام لا ناهية يعني ليست ناهية، لماذا يعني حذفت النون؟ الآية ولا سؤال واضح. واضح. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في الإعراب اللي عرفته أنت قبل شوي الله يحفظك، اللي هو قل هو الله أحد. نعم. يعني تبادل ذهني فلفظ الجلالة الله يعني لماذا لا تعرب يعني بدل يعني أو ممكن تعرب بدل يعني من هو من الاسم الإشارة هذا. إيه.
طيب السؤال في احيانا يعني صور صورة المنافقون صورة المؤمنون جريدة المسلمون المسلمون والمؤمنون يعني مضاف اليه وهنا غير مجرور فما العلة وهل يعني اذا كان يعني لها سبب معين هل يقتصر بالقران ام ممكن يعني في غير القران ممكن يعني يرد هكذا ان مضاف اليه لا ياتي مجرورا يعني اخر سؤال ان شاء الله اللي هو في المستثنى اللي اعرف انا ان المستثنى يشترط ان يكون من نفس المستثنى منه تمام وفي الايه يقول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس مع ان ابليس ليس من الملائكه فلماذا استثنى ابليس مع ان المستثنى منه اللي هو الملائكه طيب يعني هذه الاسئله يا دكتور الله بارك الله شكرا لك يا خالد بارك الله لو كان هنا وقت سالناك لكن هذا الوقت يبدو ضيق فنؤجل سؤالك ان شاء الله تعالى تفضل اجيب عن اسئلتك في قول الله سبحانه وتعالى لا تنفروا لا تنفروا يعذبكم عذابا يعذبكم نعم ولا تضروه هنا إلا أصله إن لا تنفروا هذه إن شرطية وتنفروا هذا فعل الشرط مجزوم ويعذبكم جواب الشرط مجزوم ولا تضروه معطوفة على جواب الشرط فمجزومة مثله ولذلك هو فعل مضارع معطوف على الفعل المضارع على جواب الشرط المجزوم مجزوم مثله وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ولا نافية لا عمل لها إذن حذفت النون في لا تضروه لكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة معطوف على فعل مجزوم الذي هو جواب الشرط يعذبكم فأخذ حكمه لأن المعطوف يعرب بإعراب المعطوف عليه فجزم بجزمه يقول أيضا الأخ الكريم لماذا لا يعرب لفظ الجلالة بدل في هو الله أحد إذا قدر هو أنه لله سبحانه وتعالى فيمكن إعراب لفظ الجلالة بدل هو أي هذا أيضا يرشحه سبب النزول عندما يقال أنه سبب النزول فيه أنه قد سئل من ربك فقال هو الله أحد فإذا تكون يمكن لفظ الجلالة حينئذ تكون لفظ الجلالة بدل من هو وأحد خبر وعند ذاك لا تكون الجملة أو لا يكون الخبر جملة اسمية وإنما يكون خبر مفردا هو أحد ولفظ الجلالة بدل ولكن إذا قدرنا هو ضمير الشأن قل الشأن أو الأمر أو القضية المتحدث عنها أن الله أحد لا يصح أن يكون لفظ الجلالة بدل لأن الأمر أو الشأن غير الله سبحانه وتعالى وإنما الشأن هو أحدية الله وانفراده بالعبادة يسأل أيضا عن قول سورة المنافقون طبعا هذا باب الحكاية وباب الحكاية هو أن تلزم الكلمة المعربة بإعراب معين ذلك الإعراب ولو اختلف إعرابها فتحكيها كما كانت فهذا خاص بالحكاية والحكاية ليست مضطردة وإنما تحكى الألفاظ التي جاءت بصيغة معينة تحكى كما هي فما دامت وردت السورة بهذه الطريقة المنافقون فحتى نبقي لها اسمها المعروف ولا نغير فيه فلا نقول سورة المنافقين حتى لا يفهم أننا نتحدث عن المنافقين ولا نخص هذه السورة بالذات لأن هذه السورة أخذت اسمها أو صبغتها من استعمالها بهذه الصيغة فتحكى حتى ولو كانت في موضع جر أو نصب لو وجدت في جملة مثلا قرأت سورة المنافقون مثلا هي لا إشكال أصلا وجود سورة قبلها يكفي لجرها سواء كانت في جملة أو ليست في جملة هي مجرورة حينذاك لكنك تحكيها لأنها نطقت في حالة بالواو بحالة الرفع فتحكى وتقدر عليها الجر فيقال في محل الجر لكنها يسمى الحكاية وهو نطق اللفظ على أصله لحكاية لأصل استعماله لأن العرب الفصحى نطقته بهذه الطريقة بقي قوله في عن الاستثناء أنه يقول أن المعروف أن المستثنى لا بد أن يكون جزء من المستثنى منه نعم الاستثناء الأصل فيه المستثنى الأصل فيه أن يكون جزءا من المستثنى منه لأنك تستثني الشيء من غيره لأنك لا تستثني الشيء من غيره ولذلك يسمى هذا النوع الاستثناء المتصل أما إذا استثنيت الشيء من غيره وهذا قليل جدا فيسمونه الاستثناء المنقطع وهذا موجود لكنه قليل الاستعمال في العرب عند العرب إذن إذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه وهو الأكثر فالاستثناء حينئذ متصل وهو الأغلب وهو الأصل في الاستثناء وإن كان المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه
فإنه يسمى حينئذ استثناء منقطعا يمثل له النحويون بمثل قولهم جاء القوم إلا حمارا أو حصانا، ويقولون القوم يطلق على الرجال أو على العقلاء وهذه الدابة ليست منهم، فالاستثناء إذن منقطع لأن المستثنى ليس من المستثنى منه، وهي العبارة الصحيحة. فإذا يأتي الاستثناء منقطعا ويأتي متصلا، ومن هنا وقع الخلف. طبعا وقع مسألة إبليس، هل طبعا في مسألة الخلاف الطويل، هل هو من وهل نعم من يكون هو من لفظ الآية كان من الجن، وهذا هو الصحيح. وإن كان هناك قول أنه من الملائكة، وأن المقصود بالجن أن الاجتنان وليس الجن الجنس المعروف من 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 الثقلين، والخلاف في هذا معروف. فالذين يقولون إنه من الملائكة قالوا هذا استثناء متصل، والذين قالوا إنه ليس من الملائكة بل هو من الجن وهذا هو الصحيح كما هو منطوق الآية، فيقولون هذا استثناء منقطع حينئذ لأنه استثني إبليس من الملائكة وليس منهم، والاستثناء المنقطع موجود في كلام العرب. جميل. هنا بعض الأسئلة في الموقع، تفضل. بعد إذنكم. الأخ حيان من السعودية يقول: ما إعراب قوله تعالى بديع السماوات وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ يريد إعراب الآية كلها. نعم، يظهر عنده شاهد معين يعني مثلا عندما وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا بديع السماوات بديع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، السماوات مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة، الواو الحال. إذا هذه أداة شرط، قضى طبعا لا تجزم، شرط غير جازمة، عرفنا في الحديث عن أدوة الشرط أن إذا ليست من أدوة الشرط الجازمة ولا تجزم إلا بقلة أو ندرة في الشعر خاصة. قضى فعل ماضي وفعل الشرط مبني على السكون في محل هنا هو فعل الشرط، فهو عفوا مبني على الفتح المقدر، قضاء مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر، الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، أمرا مفعول به منصوب وعلى بنصبه فتح الضار على آخره، الفاء وقع في جواب الشرط لأنها جملة اسمية، وقع جواب الشرط جملة اسمية، وقد عرفنا عند الحديث عن أدوات الشرط أنه إذا كانت جملة الجواب جملة اسمية فإنه يجب اقترانها بالفاء، إنما هذه يسمونها كافة ومكفوفة، إن كانت الأصل أن تعمل ثم كفت بما، فإنما يقول فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، له جار ومجرور، كن فعل أمر مبني على السكون، وفاعله هنا كن تامة لا ترفع وتنصب ليست ناقصة وإنما هي تامة بمعنى الوجود، وحينئذ ترفع فاعلا لا ترفع اسم وتنصب خبر، فيكون فاعله مستتر وجوب تقديره أنت، فيكون الفاء عاطفة، ويكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستجوز تقديره هو. جميل. أيضا الأخ سراج من الكويت يقول: هل تفضلتم شيخ الكريم بإعادة توضيح سبب عدم حاجة الخبر في قوله تعالى قل هو الله أحد إلى رابط؟ عندما نقدر هو ضمير الشأن، المقصود عند العرب النحويون يقولون إنه يأتي الضمير بمعنى الشأن أو الأمر إذا كان لمذكر، ويأتي بمعنى القصة إذا كان لمؤنث، يعني القضية أو القصة. فإذا كان أصح أن نقدر في مكان هو كلمة الأمر أو الشأن فهو يسمونه ضمير الشأن. فإذا قلنا إن التقدير هو الله أحد أي الشأن أو الأمر المتحدث عنه أو المراد إثباته الله أحد، فإذا هو ضمير الشأن مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ليس هناك رابط، لا ضمير ولا إشارة ولا إعادة المبتدأ بلفظه، ولكن المعنى الشأن المتحدث فيه ما هو؟ أن الله أحد. إذن المبتدأ هو الشأن، والله أحد هو الشأن المتحدث فيه، فهما شيء واحد. فإذا وقع الخبر هو المبتدأ في المعنى وهو القضية نفسها صح أن يأتي الخبر جملة بلا رابط لأنه هو نفسه المبتدأ. وهذا يتضح إذا مثلنا بمثال ليس الخبر
هو المبتدأ في المعنى. إذا مثلنا بقولنا مثلا محمد أخوه كريم، قولنا أخوه كريم ليست هي محمد، فليس الخبر هنا هو المبتدأ في المعنى، ولذلك لا بد له من رابط وهو الهاء الضمير في أخوه. إذن لا يستغني أو لا تستغني جملة الخبر عن الرابط إلا إذا كانت هي المبتدأ بعينها في المعنى. طيب دكتور، أيضا الأخت رقية من السعودية تقول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تقول ما إعراب كنتم؟ قوله تعالى كنتم كان فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، طبعا فعل ماضي ناقص. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم علامة جمع الذكور، خير خبر كان منصوب وعلى منصب الفتح الظاهر على آخره. جميل. وهمة مضافة إليه. طيب الحقيقة دكتور بقي تقريبا 3 دقائق أو أقل من ذلك، والوقت لكم ما أردتم أن تتحدثوا. طيب. على إخواننا بارك الله فيك. بقي أن طيب مدى هذه الدقائق السريعة لا نفوتها، الحديث سيبدأ إن شاء الله تعالى في النواسخ كان وأخواتها. وطبعا نحن عرفنا النواسخ الآن قسمناها أقسام، قلنا هي الأفعال الناسخة كان وأخواتها التي ترفع ثم تنصب، الحروف الناسخة إن وأخواتها التي هي تنصب ثم ترفع، ثم ظن وأخواتها التي تنصب المفعولين. وكل هذه الأنواع الثلاثة تنسخ حكم الابتداء وهو الرفع، رفع المبتدا والخبر معا. بقي سيكون البدء إن شاء الله تعالى في كان وأخواتها. كان وأخواتها هي حصرا على الصحيح 13 فعلا، هي كان وصار وليس وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات ودام وزال وما برح وما فتئ ومن فك، فهي 13 فعلا. هذه الأفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم، أو تغير التسمية، بعد أن كان اسمهما مبتدأ وخبر يصبح اسم الأول اسم ذلك الفعل، اسم كان، اسم زال، اسم صار، والخبر ما عاد يسمى خبر مطلق خبر المبتدأ ولكنه خبر كان. نعم هذه الأفعال. ثم أيضا هي تنسخ حكم الآخر منهما الخبر، فبعد أن كان مرفوعا يصبح منصوبا، إذن يأتي المبتدأ مرفوعا كحاله قبل دخول الناسخ، ولكن الخبر هو الذي يتغير حكمه فينصب بعد أن كان مرفوعا. سيتبين إن شاء الله شروط هذه الأشياء في تفصيلها إن شاء الله تعالى في مطلع اللقاء التالي إن كان لنا عمر بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. نشكركم دكتور محمد على هذا الشرح المتميز، نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة، وكما عودتمونا دكتور محمد في طرح سؤالين لطلاب الأكاديمية. نعم بارك الله فيكم. السؤال الأول، ما المقصود بالخبر غير المفرد؟ خبر غير المفرد. جي. السؤال الثاني، قال النحويون لا يقع ظرف الزمان خبرا عن الذات، ما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيكم دكتور محمد، إن كان لكم شيء تودون إضافته. بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم والسامعين جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل نصيبنا من ذلك هو ضياع الوقت والجهد، وأن يوفقنا وإياكم لطلب وجهه الكريم، إنه جواد كريم وهو على كل شيء قدير. اللهم أمين. شكرا لكم دكتور محمد. أيها الأحبة المشاهدون، هكذا تابعتم معنا هذا الدرس المبارك في درس النحو، وهو في شرح متن الآجي الرومية، وقد شرفنا وكان معنا صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بالرياض، نشكر له طيب اهتمامه وسعة صدره لهذا الشرح الممتع، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا في علمه وينفعنا وإياكم به. أحبتنا الكرام، نلتقي بكم بإذن الله تعالى، ولكم منا أيضا كل شكر وكل تقدير على اهتمامكم ودعمكم لهذا البرنامج، نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في الأسبوع القادم في هذه الدروس المباركة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو
الباب.